بسم الله، مكملين مع بعض برنامج نفس وركس. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الفايند ايتمز. الفايند ايتمز ممكن نعملها شيفت اف 3، تمام؟ دي الشكل بتاعها، تمام. ممكن انا احركها كده زي ما انا عايز. اول ما ببدا اتحرك فوق بيجيب لي ان انت عايز تخليها يمين ولا شمال ولا تحت ولا فوق زي ما انا عايز، تمام. ممكن اقول مثلا انا عايز اخليها تحت فبتبقى بالشكل دوت. ممكن ابدا اظبط، مثلا اقول له انا عايز من العنصر ديت، على سبيل المثال انا عايز مثلا خاصية معينة، مثلا ايتم كذا او ليفل كذا، تمام. اقول له مثلا انا عايز الحاجات اللي الورك سيت بتاعتها اسمها كذا. ده فرض ان انا شغال على ورك سيت، ففرض ان انا قلت له مثلا ليفل، بيقول لي انت عايز انا خاصية من ليفل. ببص هنا بلاقي ممكن الاقي من ليفل دي اليفيجن ونيم، بيجيب لي الخواص اللي انا المرتبطة بالعنصر اللي هو في الكاتيجوري. فبقول له مثلا انا عايز النيم، بيقول لي طب حط شرط يساوي ولا ما يساويش ولا يحتوي ولا. فبقول له مثلا يساوي الفاليو، هقول له مثلا خليها الحاجات اللي هي في رقم واحد. ممكن احط شرط تاني وتالت ورابع زي ما انا عايز. ممكن اقول له انا ماتش كاركتر ويتس، يعني التزم بنفس الحاجات. ماتش كيس اللي هي حروف كبيرة وحروف صغيرة يلتزم بيها، نفس الكلام اللي انا كاتبه هنا، تمام. دي اداة مساعدة ان انا ممكن اخصص شوية حاجات، لان هنا السلكشن تري اللي انا بجيبها من نادوس السلكشن تري هنا ده هو في عناصر متظبطة معينة حسب الفاميلي، فما ماليش ان انا اختار حسب الخصائص. لو انت عايز تختار حسب الخصائص وتربط خاصيتين ببعض، يعني ممكن ايه انا اقول له الحاجات اللي في ليفل واحد وما اخليهاش بقى بالليفل، اخليها حاجه تانية، تمام. يعني حسب الايتم، حسب الورك سيت، حسب كذا ابدا اظبط الخصائص بتاعتي. يعني ممكن انا خلاص اخترت ليفل واحد، اقول له طب انا عايز اللي الفيسز بتاعتها بتساوي اللي يكون النيم بتاعها نيو كونستراكشن، وبعد كده اقول له ايه فايند. لو الخاصيه موجوده هيبدا يعمل لي سيلكت على العناصر. طب لما يعمل لي سيلكت بلاقي حاجه عندي هنا اسمها ايتم تولز، ابدا استخدم الادوات ديت. بلاقي مثلا عندي حاجه اسمها ايه هايد، يخفي لي العناصر دي او يقفلها لي او يعمل لي مثلا موف. تعالى نختار مثلا امر زي امر موف، بلاقي يظهر لي الاسهم ديت. ممكن اختار السهم ده اللي هو اللي فوق وادوس عليه واسحب لفوق، وممكن اسحبه من الناحية دي، وممكن اسحبه من كده زي ما انا عايز. فبتلاقي الموضوع ان شاء الله سهل وبسيط. ممكن تديهم لون معين، كل دول مثلا اديهم لون اخضر، تمام. اي اللون بتاعهم اخضر، تمام. فالموضوع سهل ولذيذ لما بتبدأ تستخدم ادوات السيلكت والسيرش ديت، تمام. ان شاء الله مكملين مع بعض برنامج نفس وركس. اخوكم عمر سليم من الدوحة.